الخاسرون للصدر واصلون الترضيات في عقر داره بالحنانة قادم اللقاءات. لن تفلح مع الصدريين التسويات، هذا ما أكدته التسريبات. ترتيب الشخصيات الدينية في اجتماع العامر للكتل الشيعية أفشلته تغريدة الأغلبية، مصيبة في مقتل التدخلات الخارجية. وهجمات مخمور الدموية لن تفلت دون عقاب العصابات الإرهابية، أربيل وبغداد يؤكدان النية، سنوجه للإرهاب ضربة قاضية. وأحزاب الفساد العراقية تقتل لذقار الاستثمارات السياحية، غير قادرين على استقبال البعثات المسيحية، أور تفتقر للبنية التحتية.